حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من الشارقة الدكتور علي حرجان استشاري الطب النفسي. دكتور أهلا بك معنا. الدراسة تقول الأشخاص الأنانيون أكثر سعادة بينما الأشخاص الذين يؤمنون بالعدل الاجتماعي هم أقل سعادة. ما رأيك في نتائج الدراسة وما السبب وراء ذلك؟ نعم، أهلا وسهلا بالمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة الشخصية الأنانية هي شخصية مرفوضة وغير محببة اجتماعية، وشخصية سلبية تفكر بذاتها، تفكر بمصالحها الشخصية على حساب الآخرين، وهذه الشخصية لا تكترث لمآسي ولصعوبات ومشاكل الآخرين، حتى أن هذه الشخصية الأنانية تفكيرها وسلوكها ينصب لمصالحها الشخصية وللكسب الذاتي لهذه الشخصية، أي أن هذا الإنسان تتمحور أفكاره وسلوكه حول ذاته وحول مصلحته. بينما في المقابل الشخصية السوية وخاصة الشخصية الطيبة الحساسة اللي تمتلك الضمير الإنساني العالي واللي تمتلك الإحساس بالآخر، بالظلم، بما يدور في المجتمع من حروب، من قتال، من جوع، من فقر، من فساد، هذه الشخصية الحساسة الطيبة ذات القيم العالية، ذات القيم الإنسانية الراقية، تبدأ تفكر كثير، ومن كثرة صحيح. التفكير والألم والحزن تحدث تغيرات كيميائية في الدماغ، وبالتالي تنعكس على سعادة هذا الإنسان، لأنه هو يكون مهموم. نعم. طيب دكتور، هذه الشخصية التي نحن بالحاجة إليها كثيرا يعني في عالمنا ولا في وقتنا، شخصية التي لديها ضمير، لديها قيم عالية، لا تفكر في الناس، لا تفكر بأنانية، يعني كيف يمكن أن تحقق توازن ما بين هذا الشعور وهذا العدل الاجتماعي إن صح التعبير، وعدم ربما دخول في مشاكل، في اكتئاب، وربما تفكير في أمور سلبية بشكل أكبر جراء تفكير في الناس؟ وهذا اللي ندعو له الحقيقة، ندعو الإنسان أن يواجه الشر، يواجه الظلم، يواجه المشاكل بدون ما يخسر ذاته. كيف؟ بدون ما يخسر ذاته، يعني ليس الحزن والألم والضعف والانهيار يحل المشاكل، وإنما تحديها، مواجهتها. يسأل الإنسان، يعرض أسئلة مع نفسه، ماذا أفعل؟ كيف أواجه هذه المشاكل؟ أعترف بها، هذا الظلم وهذه الصعوبات، ليس من خلال انهياري وضعفي وهروبي، وإنما أواجه مشاكلي الشخصية، أواجه. طيب دكتور، هل من خطوات معينة تنصح بها لكي يستطيع الشخص مواجهة المشاكل، يستطيع فعلا مواجهة الاكتئاب والسيطرة على المشاعر ربما السيئة، محاربة المشاعر السلبية باختصار، من خطوات، من خلال خطوات؟ نعم، أولا أن يقبل نفسه، يقبل واقعه، يقبل هذه الصعوبات، يقبل هذه المشاكل. هو في الحقيقة يتجنبها، لكن من تأتي يقول هلا فيها، أنا أعمل جهدي راح أواجهها، ما انهار. اذا الانسان يعترف بواقعه، يعترف عندي صعوبات، عندي مشاكل، علي كيف السبيل لمواجهتها، ماذا افعل؟ دائما يكرر ماذا افعل، شو اعمل؟ وليس ان يجلس ويبكي وينهار وانا عندي مشكله، صعوبات ماديه. نعم دكتور، صعوبات اسريه. نعم، شكرا لك على هذه المداخله معنا دكتور علي حرجان استشاري الطب النفسي، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقه، شكرا جزيلا لك.